أردراند، هنتأكد. رولر أوف فالنديا. تكفى عندي أطفال، تكفى. والله طناخة يا شباب، والله طناخة. أمسي مرمطوني هناك واليوم جايب حاكمهم تحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، يا مرحبا ومسهلا مليون في تكملة السلسلة العظيمة هذه، وفي حلقة عظيمة أتوقع هذه الأعظم بتكون في السلسلة، اللي هي إنشاء المملكة. مثل ما تشوفون عندي 70 مصاب من كثر المعارك اللي خضتها، وعدتكم في الحلقة الماضية أني ما أبتدي الحلقة هذه إلا وأنا خلاص مخلص الشرط اللي هو حق الكلان لإنشاء المملكة، وهذا هو مثل ما تشوفون خلاص باقي شعره ووصله. لكن الجميل في الموضوع، أوكي، جاني مرسول من أورخانات شيء كذا، المهم أعطاني 2700 عشان أحرر النبيل حقهم بورتو. خلنا أرويكم البارتي اللي معي. والله يا شباب 22 سجين، لكن من العيار الثقيل، إربان والقاي وكلهم هذا النبلاء. بورتو هذا اللي يبون يحررونه، نعدمه. ما شاء الله الدروع، كيريتني بس أقدر أخذ دروعهم. شوفوا هذا الرابع وهذا الخامس السادس السابع الثامن، ثمان نبلاء، يعني تقريبا ثمان معارك حولها، معارك طاحنة صايرة في هذه المنطقة. طبعا أفضل وسيلة حصلتها أني أزيد الريناو أو الشهرة هذه اللي هنا، اللي هي عن طريق أني أقاتل. خلنا نسوي ويت، خلهم يتعافون شوية. هذا الخمسة وستين مصاب، وراح أرويكم وش اللي بيصير. جالسين يحرقون مدينتي، والله ما أرتاح وأشوفهم يحرقونها. كفو، هذا لا راحوا، ما راح يمديني. حلو، خلنا نسوي ويت تايم. طبعا يا شباب اكثر شيء يزيد الشهرة اللي هو تدخل ضد، يعني مثلا انت جيشك 100 تدخل ضد 300، هذا راح يعطيك ريناو قرابة 30 او اكثر، فخلاني الفل الشهرة بصورة جدا كبيرة. شوفوا هذا مثلا 59، احنا 58، لا هذا عددنا قريب عددهم، خلهم يقربون شوي، حنا نتعالج. شوف كلهم جايين من فوق، لان خلاص هذه المدن او المدينتين اللي باقيت لهم، والله يا جلدناهم جلد. في معركة واحدة او معركتين انضموا لي العرب وخذوا، انضافت لي هكون، هذه هكون كاسل، واوسيك كاسل هذه بعد، وش باقي؟ في شغلة ثالثة انضافت لي، ودوكو، ايوه الدك، هذه الدك جتني. للأمانة انا ما شاركت فيها، والله هم اللي راحوا احتلوها هذه، وعلى طول سووا تصويت يبغون يراضوني بعد الحلقة الماضية. الذل والمعاناة، يعرفون اني بنشئ المملكة فيحاولون يجيبون راسي، وهذا على حسب كلامكم للأمانة بيزيد الحمل، لانه جاني كومنت صراحة وترني شوي، قال لي المدن هذه كلها راح تروح عليك، ولا بد انك تكون عندك واحد ثاني، كتب لي لا بد انك تكون معاك مليونين او 3 مليون عشان تقدر تحافظ على مدنك. يعني انا اوكي قربت للمليون، بس 3 مليون والله مرة بطول. شوفوا لستة الفلوس لدرجة اني ما اعرف كم الدخل عندي من كثر من طول اللستة والمدن الجديدة اللي معي. خلنا نسكر هذه الاخبار. ايوه هنا الخبر الجميل يا شباب، اروى has given birth to healthy baby. اروى بالسلامة، حطت لي مولود، باركوا لي يا شباب. طبعا طلبت منكم اسامي وما شاء الله جتني اسامي كثير، خالد يريد خالد، واسماء تريد غليص، هنتر يريد حمص وسمبوس، بسبوسه ايش هذه، بسبوسه البنت وحمص للذكر، بونمار ان ما خطيت باسمك يريد محمد وجميله، وسمير يريد سمير، وخديجه تريد رهف وعادل وعثمان الاول. هذا الاسامي اللي جتني. الله اكبر. بعدين يا شباب ايش فيكم شابين على اروى؟ ما مداني اعرس الا جايين الشباب، ترى شرع حل الاربعه وخذ لك واحدة من كل مملكة عشان تسيطر، صح؟ يا شباب توني عريس. أروى لا تشوف الكومنت، أقسم بالله تزعل عليكم، ما تشوفوني أنزل مقاطع بكم. طبعا الحين أنا أعطيكم المقدمة على الهادي كذا، بعدين بعد شوي بتشوفون سكبات. أيوه هذا اللي جالسين يحرقون في مدينتي. هل أول شيء خلنا نسوي تطويرات، من يبغى يتطور؟ في تطويرات حلوة، 27 تطوير. شيل. شوفوا يا شباب المعنوية 100% بسبب الايفنتات اللي صارت والمعارك القوية اللي صارت، نفزنا بمعارك كثير. على طول اول ما شليت سجين جنته نقص واحد. الحين خلنا نسوي هلب، جالسين يموتون لان الدفاعات ينقصون منهم. نسوي سنتروب، حرام ندخل في هذه المعركة البسيطة. شوية حثاله جايين يحرقون علينا القرية، وتزيد. شوف 8 ريناو، مع ان عددنا اكثر من عددهم، بس الريناو صراحة رهيب في المعارك. وهات البريزنر، لان كنت جالس اضيع وقت صراحة في قطعين الطرق ما يعطيني ريناو كثير. هذا لو خزيت عجبتني دروعهم واشكالهم صراحة، فراح اشلهم رغم انهم ماش 130 ضرب. في شغلتين انضافوا يا شباب عليكم،
اللي هي المودات والكمبانيين. بشكل سريع راح ارويكم، ضفت اربع مودات. المود الاول اللي هو تشوفون التسريع، اول ما هذا ما كان موجود، هذا يفيدك بشكل جدا كبير في التنقل من الماب. هذا ضرب أربعة يفيدني كثير، مثلا الحين رايح الى اسكر فاللاعب راح يوصل بصورة اسرع، لكن اذا كانت في حروب ولا شيء او قطعين طرق عددهم اكثر منك في الطريق راح تتبهذل، ما يمديك تلحق وانك تهرب منهم. المود الثاني يا شباب اسمه دبلوماسي شيء كذا. هذا المود له ميزات كثير، بس الميزة اللي عجبتني اكثر شيء ان اي واحد في الماب، لو تذكرون كنا نلاحق كومبانيون نروح هنا بعدين حصل له رجع هنا فوق تيال، اي شخص موجود في الماب يمديك ترسل له رسالة. انا ليش فتحت هذاك بالغلط؟ بس كويس غيرت العلم الى اسود. يعني مثلا نمسك اي واحد من هذولا يطلع لك خيار سند مسج. فصراحة ميزة جدا جميلة في اللعبة، انت كملك او كنبيل تعين مرسول يوصل رسالتك لفلان، ومجرد ما يوصل هذا المرسول بعد 3 أو 5 أيام او 10 أيام يحصل هذا الشخص بعد ما يبحث عنه، يطلع لي الخيار اني اتحدث مع هذا الشخص واعرض عليه مثلا انه ينضم لي وغيرها من الامور. في ميزات كثير بس صراحة عجبتني هذا الحركة. وشغلة ثانية اللي قلت لكم سرعة التنقل في الماب، يعني شيء يحسن الجيم بلاي صراحة. المود الثالث اللي هو في البارتي، هذا الزر انضاف عندي بعد المود اللي هو مثلا الترتيب. شوفوا الحين سيف مثلا اسهم خياله رمات اسهم، بعدين تشوفون اسهم ففي خبصة، لكن مجرد ما اضغط هذا راح يرتب لي اياهم انا والكمبانيين، وبعدين سيوف كلهم رمات اسهم كلهم خياله، بعدين خياله رمات اسهم. ترتيب جميل جدا، وممكن تصنفهم حسب التير حقهم، يعني تفاصيل كثير. تدخل هنا في الاعدادات وتقول له التصنيف حسب مثلا التير، وبرضه هذا يسهل عليك الجيم بلاي. فمود صراحة جدا رهيب. وش المود بعد؟ هذا الدبلوماسي بتر تايم اللي هو ضرب 4، وهذا مود التقطيع. تقريبا بس هذه المودات اللي اضفتها، الرابع اللي هو التقطيع. تعال هذا كيف نسميه؟ هذا سبيلة. سبيلة الظاهر انها بنت ولا child of wanted. الله اكبر يا ربع، شلون اعرف ذكر ولا انثى؟ عاد اتوقع سبيلة انها بنت. طيب ايش اسامي البنات اللي جاتني؟ خالد اول واحد كتب لي كومنت، بس هذا خالد ذكر. واسماء ثاني كومنت جاني تريد غليص، الثالث هنتر يريد حمص وبسبو. اما طحنا في البسبوسه. بسبوسه الله يسامحك يا خالد ويا اسماء، ليه ما حطيتوا لي اسماء بنات زي الناس؟ اسم طويل بس يلا كذا بيجوعنا هنتر، واضح انه جوعان وهو يكتب الكومنت. معلين الحرب ضد فلنديا، يعني هذول خلاص دخلوا بيس معاهم. اوكي حلو حلو. انا للامانه ودي انهم يبقون المدينتين هذول عندهم، ماكب وباتل مدري ايش، الباقي كلها كاسلز او قلاع. مدري الفاكشن هذا نضاف الفصائل الظاهر انها نضافت مع المود، والله ما اعرف. اذا كانت نضافت مع المود يا ريت تخبروني يا شباب، لان صراحه بعد ما اضفت المود حتى عندنا كعرب جاء فاكشن جايين ضد الحكم حق ضد حكم انكد. شوف يطلع لي فاكشن 415 وقوه المملكه 11000، فاذا زاد عدد الفاكشن او الفصيله هذه او المتمردين راح يمسكون الحكم ويطيرون انكد. ومن هذا له هم بنوا هباب، قائدهم هشام، انقلبوا على انكد رغم انه كان يشارك معنا في المعارك اذكر. فالحلو في الموضوع انهم راح يبقون. واضح يا شباب ان منطقتي بتكون هنا، لان هنا ما عندي حد. جاني كومنت يقول لي انتبه موضوع الحد، انك ما تكون داخل حدود مع اكثر من مملكه. فانا حاليا داخل، اذا اخذت الزرق بكون داخل بس مع مملكه هذه والمملكه هذه. اما تخيل في الوسط يعني كلهم بياكلوني اكل وراح اعاني في هذه المنطقه. فبسحب على هذه المناطق وبحاول اني احتفظ على المدن والقلاع اللي عندي. هنا عندي اودوكو اكلات وشيكاند هذه والكثير من القلاع حوالين هذه المنطقه. فانا احب الثلج، جيت عند الثلوج وبشطح للثلوج بعدين هذا الفوق لانهم ضعاف، وبعدين بنزل بنبدا ناكل في الحلوين هذا. هم اصلا بينهم البين راح ياكلون بعض. فهذا احسها خطوه جميله او فكره جميله، لكن بنشوف ايش يصير معانا يوم ننشئ المملكه. والله اني متخوف من هذا الشيء. وعلى فكره اللي قبل شوي كتب لي موضوع الحدود كان يقول لي اكيد انت مصور المقطع ومسوي اللي في راسك. والله تبغون الصراحه انا غالبا احب اصور المقطع حق بعد بكره بحيث اني ما انحشر، لان الشخص او اي يوتيوبر ينزل بشكل يومي والله العظيم يعاني، يعني يصير له ظرف في هذا اليوم ويتبهذل شايل هم مقطع بكره. لكن اذا كنت اليوم انت تصور مقطع بعد بكره يعني مسبق يوم، تكون مرتاح نفسيا من هذه الناحيه بشكل ما تتصورونه. خلنا بنوجه بهذا الاتجاه صوب مارونخ. شوف شوف الضرب 4، هذه سرعتي ضرب 3 وهذه ضرب 4. في وحده اوسخ اللي هي هذه، هذه توصلك سريع. شوف ميك بيس وذ خوسيت. اخ يا المرمطة اللي صارت لي امس، اقسم بالله يا اني عانيت. كنت داخل
عشان الكومبانيون كان زابن في احد الحانات اللي موجودة عندهم، ولا اجيب راسه. صح نسيت مرويكم اياه، خلني اعطيها ضرب اربعة هذا ونيجي عند البارتي. مدري اذا الوقت بيوقف، اتوقع يوقف. هذا هو جبنا راسه وروس، والله يشبه اوتكاست وطاقاته. هذا افضل واحد تقريبا في الطاقات حصلته متوفر عندي في الماب. والشخص الثاني اللي جبته هذا تقريبا عشان المدسن 74، لان المدسن حقي ارسلته انا، فتحت بارتي هذه التالية. هذا لو تذكرون تعرفنا عليها في ساحة قتالية، فالقتال عندها كويس، فخليتها تفتح بارتي لحالها وتجيب جيش لحالها وتتطور حبة حبة، بحيث يوم ننشي المملكة يعني تخيلوا 100 و100، وانا تقريبا 200، يعني قرابة 400 بيكون جيشي، فعدد لا يستهان فيه. لقيته جالسين ياخذونها، العرب 11000 وصلوا وذلا 10000، خلهم يتجالدون يا اخي. والله انا انشا مملكة ب 400 جندي وهذول شت الساوث يا ولد، الجيوش بسرعة والله يجيبونهم. انا لازم اروح اجيب الجيوش بسرعة. ايوه اورتيزا بعد يبون ياخذونها، ما شاء الله تبارك الله. كفو انقلبوا عليهم، يبون حكمي. النبلاء يا شباب هذا اللي ياخذهم كبريزنرز. وات هذاك نحاشوا، والله شكلهم نحاشوا، او النبلاء ما اقدر اشيلهم فترة طويلة. شكله فنان، ون هاند 200، ما شاء الله عليك، تعال يا قلبي. بس ايش السروال هذا؟ ما لقيت الا السروال هذا. شوفوا يا شباب مثلا هذا البارتي 115 ضد 85، فعددهم اكثر مني. نشوف كم الريناو اللي راح يجينا، عبارة عن بارتيين تقريبا وحداتهم 30 30 30. يا سلام على الساحة الجميلة، هذا رام قدامي. طبعا انا كديفند او كمدافع، فايش راح اسوي؟ عندي هذول اهل الدروع معهم شيلد، راح اوقفهم هنا، نقول لهم شيلد شيلد وول. اما النوع الثاني هذا اللي معهم فاس وما عندهم شيلد، راح اوقفهم وراء الاسهم او بنفس الصف تقريبا مع الاسهم، بحيث لو حد وصل لهم هذا اللي يساعدونهم. رمات الاسهم مفروض انه يقول لهم لوز، شوف تفرقوا كذا، يكون مداهم افضل وما يموتون بسرعه من الخيالة وغيرهم. اما الخيالة رمات الاسهم بدي اوقفهم في الزاوية هنا ونقول لهم لوز، والخيالة الرماح هذا لربعي ونجيبهم هنا، وانا راح انزل معاهم. وهذه تشكيلتي يا شباب، ونقول بسم الله. طبعا انا هدفي، انا نزلت مع رمات الاسهم للاسف، انا همي هذلاك انهم يخربون على الخيالة، بس خيالتهم اكثر منا، فخلنا نعطيهم التشكيلة اللي هي F6، شكلها رهيب رويكم اياها. نعطيهم تشارج. قتلنا الأول وقتلنا الثاني، حلو. فولو مي. أغلبهم مشاه والله، هذا الشيلد وول رمات الأسهم شغالين. هيا نخففوا من الخيالة حقهم. لو تغلبنا على الخيالة حقهم راح نقدر عليهم. شوف الشيلد حقهم فادهم كثير، لكن افضل تشكيله المربع، نعطيهم المربع. الخيالة صراحة كثير حلو، قتلوهم. بقدم لسهم هنا انفنتري معاهم، اهم شيء افكهم من الخيالة هذا، لانهم الله يخرب بيتك. تعال اجردوه، خلنا اقول لرمات الاسهم تشارج. خيالة كلهم اعطيتهم تشارج. هذا المشكلة معاهم رماح بعضهم، مش كلهم رمات اسهم، فالفرز شوي متعب. قبل لا نطيح خلنا نعطيهم كلهم تشارج، مجرد ما تفتك من خيالتهم خلاص يهون الوضع. السلام عليكم. نحن حاشين صح؟ ظهرنا من حاشين. سريع يا ولد، معركة جميلة. شغلي نغمة البتاني الظاهر. كم ماتوا؟ 7 ماتوا. شوف الريناو 21، هذا اللي كنت أتكلم عليه. تعال يا قلبي تعال، وتعال انت تعال. الظاهر هم الوسخين هذا الاثنين اللي كانوا يلاحقون الحلقة الماضية.
وات ار وكابتشرد خذوا اورتيز الله يخرب بيتهم. هذا مين هذا؟ فيليجرز. تعال 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 خلنا نفزع لهذا. رينام على السريع. ساعدناك يا اخوي خلاص وخر 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 اروى وبسبوسه انسجنوا. ايه جيش من 1000 واحد انا ايش سوون؟ طالعين من اورتيزا بعد احتلالها. اعمل نفسك ميت والله يبي يجيب راسي للوسخ. والله تبطي والله تبطي. لاحقني عاد اذا انت اسرع بألف كذا سكر اللعبة اروح انام انا. ايوه لفي خرب بيتهم مسكوا 18 واحد بيخبزونه. نحشه يا ولد. ايوه اروى انني قادم. ما راح يسمحون لي. سيج ديفندرز 100 وحنا 80 بس انا خايف من هذولا. الياس ارمي ومدري مين ايش تسوون بالله هناك. يلا تعالوا هذولا ما راح يبعدون طول ما انا هنا. عارفين مخططي. خلنا شوي نفرقعهم باتجاه الياس. خلها تصير حرب طاحنة هنا. 700 واحد وهنا 200. ان شاء الله انها يرجع لورا. بس تكفى ارجع لورا. تكفى ارجع ورا. ايوه ارجع ورا. انتظر ال 250 يا اخي. انتظر انتظر. لا يمديهم يمديهم 250 يشاركون. حلو 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 حلو. جميل جميل جدا. بالتوفيق يا اصحابي. انا عندي مهمة هنا. بالتوفيق يا اصدقاء. من هذا من وين طلعوا لي 200؟ اها طلعوا لي برا. اندوراند بارتي هذا عرفه. والله يا مرحبا ويا مسهلا. نفس التخطيط بسويه. والله يستر. خلنا نسحب الخيالة لنشوفهم. اشوف خيالتهم هنا 32 واحد. ارمر معكم هنا. اقسم بالله ان السلاح صار تعبان. على طاري السلاح وش صار عليكم يا رجال؟ بيتهم المشاهدة. خيالة تكفون ننتصر في هذه المعركة. تكفون شوف كيف الفوز كيف يفيدون في هالمنطقة. لأن دائما الخيال حقهم يحاولون يقدرون بالأسهم حقي عشان يمشون المشاة حقهم بعدين. حلو خلنا نقدم الأسهم شوي. المشاة وينهم المشاة؟ والله مات المشاة. وين اللي كان يقتل من مرة واحدة؟ فيه سيف كتبت اسمه جليف او رمح اسمه جليف جاني برضه في الكومنتات. هذا مين؟ انفنتري. وقفوا على اسمه. اسمه جليف وفي كومنت ثاني اسمه لونج كليف. هذا الاثنين في الكومنتات قالوا لي عند المقول راح تحصلهم. فان شاء الله اني ما راح انساهم. لا لا تغلبنا تغلبنا. خلنا نعطي الكل شارج. هذا يجمع اسهم الارض يخرب بيته. حاشو حاشو حاشو. نلعب جولف فيهم الحين. شيل الراس وربي احلى ون. لا لا دخلت ساحب الغلط. كم شو اسمه جاني هذا يا اخي؟ لا تستهبل. اوكي خلاص خلاص ما ودي اشوف الاحصائيات يا رجل. ربشني طلعت من الساحه الحمراء. كان ودي اشوف كم شهر اعطاني بس اقسم بالله انها انتصار عظيم. شرف شرف. رولر اوف فالنديا الرولر يا شباب الحاكم. جبنا راسه. ايش رايكم نطير راسه؟ كينج. وانا اقول اعرفه طلع الكينج. وات هابن اماي فري. هذا صار
تابع العرب اي اومي وين اعطيته هذا لهم اللي كنت صايدهم انا ولا ايش كلهم تحولوا الى مرتزقة العرب اي اومي شيل وين الحلو هذا وين اللي شرفنا ايوه موجود كانت اكسكيوت هيرو ديورينج باتل ما اقدر انفذ الاعدام عليه لاننا في ارض المعركة وفي ساحة المعركة الحين خله يموت قدام جنوده والوضع حار حار كذا حلوين معركة رهيبة صراحة ديفندرز الحين كم 156 ما زالوا بس المشكلة انه عندي 27 واحد لازم انه يتعافى والجيوش مقبلة حقهم القائد كله عندي كيف قائدهم يتمشى ب 100 جندي هذا لسه ما خلصت حربهم مخلصين والله يا حرب طاحنة صارت بينهم نشارك على نهايتها اوه هذلاك منتصرين 250 ضد هلب الياس ارمي 250 ضد 100 نساعد الوحوش صح اني حقت عليهم الحلقة الماضية لكن الياس يستاهل اقسم بالله ما بقى الا جيشي ولا حد يفزع عنا ولا شيء خيارتهم كثير مرة كلهم ماتوا ما بقى الا 22 رمات اسهم حاشن اوه هذا فيان خرب بيت درعه شوفوا كيف ما يموت كفو والله وحش من انت يا سيراي مملوك عربي اخ تطور سالب عندهم 13 نيناو بس والله اني انقذتكم اقسم بالله 11 واحد مات بس من عندي جنودهم ما باقي الا 11-15 عوض موجود والله لو دريت ما جيت اقسم بالله لولا الدخول الى المعركة انهم مسحوا كلهم وكلهم اسرى وتمرمطوا زي ما تمرمطت انا في الحلقة الماضية ولكم يا الياس ما جيت الا عشانك تعال يا لوكاند لوكاند هذا برضه عندهم نوبل حياك الله هو بياك شرف جنب القائد حقك طيب الحين طلعنا من المعركة فندخل البارتي اصبر شوي في راس عندي هنا والدنيا طيرة اردراند خلنا نتأكد رولر اوف فالنديا كم تحتك ما شاء الله عدل فذر عايش درهارت هذا اللي توفى وعطاها الحكم عندها اطفال وثلاث اخوان واخت واحدة الاري وماركو وموركان تكفى عندي اطفال تكفى معيشة شعور الرهبة والخوف خلنا نكلمه نشوف ايش عنده مبتسمة استانس اعتقتك خله مسجون والله طناخة يا شباب والله طناخة امسي مرمطوني هناك واليوم جايب حاكمهم تحتي يوه اللعبة هذه الحين انا شايل هم الزوجة المسجونة هنا ياريت فيها المبادرة تخيل ابادل حاكم باروى حاكمة خل هذا لا يتعافون خله يجي يساعدنا في استرداد الزوجة الصالحة وبسبوسة طبعا 200 ديفندرز والله صعبة request meeting with someone أسيليا ممكن نسوي لها مبادلة ممكنها بنته نوبل اوف فالنديا لا مش بنته your league and rund is not worth your loyalty هو جنبي واقول ان القائد ما يستوى ولائك هذا يوم اسوي المملكة اجي اكلمهم كذا عشان اخلي النبلاء ينضموا لمملكتي الجديدة ان شاء الله اوكي يعني ما في شيء اقدر اسويه بما يخص الراس هذا اللي معي يا اخي لعلي لو سويت سيج بيجون يساعدوني خلنا بخليهم يقربون شوية بسيج ذس تاون ساعدوني صح؟ اي والله انهم ساعدوني كفو نشهد كفو ايه مثل ما خدمتهم قبل شوي جوي يخدموني كذا الشغل النظيف 200 ضد 180 مفروض ان نتعافى بس بنتظر السيج لين ما يتعافون جنودي كلهم هذا الحلو شوفوا الضربة 4 كيف جميل في السيج ما شاء الله ايش القوات هذه اللي بدت اها يبون يحاربونا من برا ويستنزفون طاقتنا خلنا نسوي سنترو خلاص اوكي تعافوا كل اللي معي سوي سنترو بس للسيج خسارة ادخل ضد الميتين تكفى ما ماتوا كثير مني ماتوا 8 يلا ما عليه 12 ريناو الزوجة الصالحة وين بتانيا هلا والله اوه نسيت التطويرات اللي عندي هذا التروبز البريزنرز تحت تروبز بشلهم كلهم تضحية هذا بيموتون التضحية باب الا ملت قدام ما ودي باي لوت عطنا الزوجة الصالحة وينها
هذا لا ميرسي هذا لا. As the capture of Ortiz, you have right of first refusal. Would you like to claim this? أيوة شوفوا يا شباب الميزة الجميلة الرهيبة في هذا المود. لو هذا المود كان موجود معي الحلقة الماضية والله العظيم ما تمرمط. كل المرمطة ابتدت وين؟ ابتدت يوم عطوا عوض القلعة اللي أنا كنت أبغى أحتلها. لكن هذا المود غصبا عنهم يعطيك الأولوية. إذا أنت رحت احتلت قلعة أنت اللي تأخذها، لك الأولوية تسوي أكسبت إذا تبى تأخذها، إذا ما تبغى مش مشكلة. شوف على طول تصويت يدخلونها تصويت. فهذه الميزات يا أخي أقسم بالله وين المودات هذه من زمان مني. هذا اللي تعاركون مرة بس دقيقة خلينا نشوف أروى. Recovering recently okay released from شو اسمه ذا. المهم انها طلعت من السجن والحين تتعافى. كيف بسبوسة امورها طيبة. holding ادري وش holding هذه بس ان شاء الله الامور طيبة. نجان هذه جتني النصايح عليه اني بتطرق لها بعدين في وقته. الحين خلنا نساعد الرجال برا تقريبا انهم متساوين ولا لا. والله هذاك 300 يا اخي تعبت اساعدكم يا اخي تعبت اساعدكم يا العرب سبحان مغير الاحوال. طبعا انتصار عظيم 16 يناو حلو يخدمني في التجميع. قتلت 100 لا قتلت 23 وتهايط الحمد لله. الله اكبر الكلان مش وصلنا أربعة وصلنا نص الأربعة. دخلت في معارك وما حسيت بنفسي ونسيت السالفة اقسم بالله يا شباب من متعة المعارك. حلوين كذا الشروط كلها جاهزة باقي ننفصل ونجيب لنا 50 زيادة. طبعا 50 موجودين بس انهم مصابين فمش محسوبين. يلا توكلنا على الله. اول خطوة اسويها اجيب اروى ريكول to this party بعد ما حررناها هي وابنها او بنتها بسبوسة. وتالية الحلوين الثانيين هذا البارتيز كان نسوي لهم استدعاء عشان اشيل قشي كله كذا واشرد هناك. بما ان هذا المدينة أورتيزا احتمال انها تروح علي ليه ما اسوي مانج جاريسون افا ما يمديني اخذ منها. ما عليه بنروح الى شو اسمها شلوها مني لقيتها وجي المارش. والله ما باقي الا أورتيزا هنا. ما عليه بجند من بتانين الشوية اللي باقي لي. والله اسوي نفسي ما اشوف. انضموا لهم 300 كفو والله كفو. في فزع جتهم ألدريك فزع لهم فزع الياس. خلاص حرب ثانية يا الهي اقسم بالله حروب طاحنة يا شباب. طبعا في حركة اروى جويند يور بارتي اوكي بس لسه اوتكاست والحلوين هذا ما اجوا. خلنا نمشي نشوف عيال القبائل وش يسوون. اوكي جالدوا خلنا نستنزفهم شوي. باقي اربعة فازوا لا سنتروب على الاربعة الاخيرين. شوف المورال اللي يعطيني اياه ريناو. شوف يعطيني على حسب قتلاتي فمو بس مشاركة وبس فشي جميل يعني. ويشكرني على المساعدة وزادت علاقتي معاهم حلوين عشان بعدين ممكن ايش يسحبون على انكد ويجون يشاركون معي. بالنسبة للسكيل يا شباب انا في شغلة والله ما فهمتها الحين. مثلا للسيورد هذا انا ما اقدر احط اي فوكس بوينت او ازيد سرعة التعلم فيه. لكن الحين كيف اجيب اللي باقي لان الليمت واقف هنا. فياريت اللي عنده خلفية يعني على اللعبة يعلمني هالشغلة. كلهم ما يبون تيس ما يبى البيس. كفو 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 يا تيس خربيتكم 10,000. انا معاك يا تيس كلامك صحيح. انكد راح يزعل مني بس برايه. خلنا نجند شوية بثانين هنا. في حركة خبيثة جدا قريتها في الكومنتات انك يا اخي ابغى بثانين مدربين لو سمحتوا. انك ايش تسوي حركة ماسونية قال لي اقلب الطاولة قبل لا تطلع من عند العرب. بما ان عندك نفوذ سوي دكلير وور على الكل. للأسف ما يمديني اسوي هذا الشيء ولا كان سويتها والله مع الساوث. لان انا بس عندي 300 نفوذ وبس اقدر اعلن الحرب على شخص واحد او مملكه واحده. حتى اعلاني للمملكه القويه هذه السبورت صفر مثل ما تشوف. فمجرد ما اعلن او اصوت كلهم بيقولون نو وبتروح ال 200 نقطه على الفاضي. فللاسف هذه الحركه يعني مدروسه يا حبيبي. اوتكاست يهجمون عليه. وينك يا اوتكاست؟ اوتكاست هنا. تكفى لا ياخذونك اسير. اوتكاست كابتشرد. والله صادوه. هييي يا اوتكاست وانا معتمد عليك. خلنا بس نوصل عند البتانيين. ففي كومنت من خالد السليماني يقول لي بعد انشئ بارتي واعطه جيش من العائلة بحيث انك تبيع السيوف اللي تصنعها من الحدادين. هذه نصيحة جتني من 3 أشخاص تقريبا انها تدخل ملايين. لو خليت احد افراد العائلة يبيعون الاسلحة اللي انت تصنعها راح تجيك ملايين بسهولة. ان شاء الله ان المليون راح يكفي. لكن موضوع الصدمة في الكومنت انه قالي بالنسبة للعرب ما راح يتركون لك القلاع لازم تسلمهم.
لأنك تتخلى عن القسم اللي أعطيتهم إياه، وأوتوماتيك راح تروح منك. إذا في تحديث جديد فدية ما أعرف، لأن في واحد برضه قال لي فيه فدية، وحسب ما قريت أنا فيه فدية، فالله يستر. خلنا نشوف وش يصير معنا. أروى جبتها، هذا جبته، هو المحلات لازم نبيعها يا ولد. سنالة بتنباع، كم تجيب لي؟ 200 سل، 8000. أرتيزا مملكتي الحين أو مدينتي، تبغى الصراحة 8000 ولا شيء أو 7000، بخليها بشوف يوم يشلون المدينة كيف يروح علي المحل. فسترم برضه في محل، فراح نشوف فسترم وارتيزا. وين بس هذه ارتيزا حاليا تابعت لي، وفي جيش جالس يدافع عليها. على طول بتروح، والله على طول بتروح، العرب والحمران كلهم بينمون علي. سنالة بعناه، فسترم عند من؟ فسترم اوكي عند العرب، هذا اكيد المحل بيروح، بس من باب التجربة وتأكيد المعلومة خلنا بشوف هذا الشيء. 7000 مهي بفارقة معي، خلنا نسوي ركروت. طيب الحين قواتي 100، ونروح إلى الكينجدم. شو حاليا معي كم مدينة؟ 1 2 3 4 5، 5 مدن و4 قلاع. حلو حلو، وهذا العدد السكان، وهذا المدافعين اللي موجودين في مديني. أرتيزا 0 المدافعين، فكذا كذا رايحة. خيار الحالة هناك مرمي فوق. يا ولد أمكد وين؟ أمكد شكله مات. هذا هو موجود عمره 51، بس ليه ما يمديني أرسله رسالة؟ تيكن بريزنر باي فالنديان، تعال أنا عندي أسير هنا طيب، والله عندي أسير طيب، وينه؟ أما نحاش، والله كذا غش يا أخي، مش متعدي اللمت أنا. تدرون يا شباب أحلى شيء إن النبلاء هذا أقدر أشلهم معي. جايبهم معي أصلا سجناء، بنشوف أقواهم بعدين. يلا يلا أقسم بالله أني متحمس. كينجدم ليف ما اقدر، ليه ما اقدر؟ افا يا هذا العن. بعدين كان ايش افراد عائلتي؟ 10، معقوله صرنا 10؟ وانتد زوجته، قالوا لي عندها دروع قويه، شلها يا وانتد. يا شباب عيب عيب والله، بس بشوف السيف حقها شكله ممتاز. بس مين العشرة؟ 1 2 اخته، 3 اخوه، 4 اخوه، و5 المولود الجديد، وهذا الخمسة. اوكي خلينا نشوف الدروع الطيبه حق اروى. اوف يا سيف، ديكوريتد سكيمتر وذ وايد جريب، إلهي. لا لا لا، سيف رهيب والله، شكله بينزرف، والله شكله بينزرف. 83 كت، 90 سوينج سبيد، 7000 ينباع. يا أروى مالك بالسيوف؟ معليش يا أروى والله، دروعها راح أخليها حماية لها، بس السيف يا سلام. وين الغمد؟ هذا هو. أوكي كل شيء، سهام، سيف، رمح، كله موجود. أقوى سيف عندي في الانفنتوري هذا، تمشي فيه الأمور. هذا ترى سيف طيب، شوف يا سلام. اوكي اوكي الله يعطيك العافيه. وش هذا؟ رينفورسمنت بليت؟ لا هذا هو نفسه اللي معي تقريبا. لا والله. اروى حبيبه القلب، اروى والله خربيتها ب 14000. يا سلام، راح ارجع لك اياها بعدين. شوف مطقم والله، مطقم معاها والله، مطقم يا شباب. ما لا احد يدخل لو سمحتوا يا شباب، زوجتي دافع فيها 100000، والله لا اذلها. تقول لي يمسك ال 100000 يرحم امك، السلام عليكم. الحين علمني، لا علمني، علمني وش اسوي يا شباب. انه يقول لي المشكلة بسبب انه عندك ارمي ما تقدر تترك الكينجدم، فالحل اني اطير المياه، لكن وين اطيرهم؟ او اسوي اروى بارتي واعطيها جنودي كلهم، اخليها تمسك بارتي الحالة، او اورس ذا سايلنت هذا امسكه بارتي واقول له شل جنودي كلهم، يقدر يشلهم، شل الجميع. لم تزبط معنا. ايوه 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 فهمت السالفة انا. ديسباند ارمي اللي هو تفكك اللي موجودين عندك. طيب اول شيء يا حبيبي انت تعال رجع لي جنودي. الحين لو سويت ديسباند بيتفرقعون هنا، فالعرب بيجون بيفشخونا فشخ. انا عندي فكره يا شباب، قبل لا نسوي هذا ديسباند، اول شيء خلنا نتاكد ديسباند ارمي. اوكي اي والله ليف كينجدم متوفر، ما اقدر اسحبه، بسوي قادر الجنود، راح جاب بتانين. احسن خله يجمع، بنتظره يجمع. غير كذا يا شباب مكتوب انها مشكله هنا، حروب كثير. تاليه مقبله، ايوه نلتقي بها هنا. يور سيتلمنت اندر اتاك، اي وحده؟ ما عليه، هذه ما عليه، انا همي كله هنا. فيا شباب التحديث الاخير تغير، ال 1.7 و 1.8 والتحديثات الجايه كلها، انك لازم تحط جفرنر. يعني مثلا اخوي راح اخليه حاكم لاحد المدن هذه، خلنا ارسله من الحين او نوصل المنطقة. اوكي وصلنا. نعطيه مانج تاون، الجفرنر نمسكه اروى، ليولتي 14 نازلة مرة، نعطيها الجفرنر. للأسف ما في بلس ون هنا. طيب الحين مفروض نسوي ديسباند ارمي، خلها تفرفر هنا بعيد من الحرب. ليف كينجدم، بس بعد ما اسوي ليف
ما أدري هل ممكن المعاهدة تمشي ولا لا. ورس لسه 30 شخص جمع عندي بريزنرز يمدينا نسوي لهم ركروت، نسوي ركروت هول. الحين نسوي ليف كينغدم كيب اول هولدينج. اوكي النبلاء راح يكرهون هذا الشيء وبيعلنون حرب ضدك، لكن المدن كلها راح تبقى معي وهذا اللي اريده. اما اذا اعطيتهم المدن كلها ما راح يعلنون الحرب، لكن في نبلاء كثير راح تنقص علاقتي معهم. خلي المدن احتفظ بها على ان الحرب. نكلم اروع السريع على حسب. ايوه تايم تو ميك. طيح العلاقه، طيح 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 طيح. بنو السرمال وبنو مدري مين، بنو حباب من 40 الى 35، من 40 الى سالب 64. فورست بيبل حتى مع ناس مهم من العرب. كابتشرد ازينا، ازينا اخته نسيتها عند العرب. لا حول ولا قوه الا بالله، ما عليه الحين بنصلح الوضع ان شاء الله انها تضبط. يا اروى اعطيناها فيزت، الموضوع ثقيل. ماي هازبند. ايوه نيو كينغدم. يا سلام. تقول ذا لانجويج، المستندات، لغه المستندات هل تكون من العرب؟ يعني لغه العرب ولا لغه الخوزيت؟ لاني ما اخذ المدينه هذه من الخوزيت. اتوقع لو خليتها من الخوزيت افضل عشان ما يشردون السكان. كينغدم يوزنج خوزيت لو ود. فالقوانين بتكون برضه من الخوزيت، مو مشكله بعدين يمدينا نغيرها. اسم المملكه خلها نفس الكلان. اوكي الحين القسم الظاهر ولا. الله اكبر الله اكبر. لو حطوا السيف في الوسط مثبت فيه الخريطه. هلا بروى. ماخذه الدرع التايجر هذا حق ابوها انكد. هذا الكشافه على يميني حليلها الصقر. يقول لهم شوفوا يا جماعه راح نشطح من فوق، ناخذ المدينتين هذه. اول شيء نصلح الوضع مع العرب وناخذ المدن اللي حوالينا اللي فوق، وبعدها ننزل نتفاهم مع بقيه الممالك. هذا القلعه حقتي. شرد ازينا ريليست كان قريت بيس انا. بس فنان المكان والله، والله فنان المكان. يمديني ست؟ اي والله يمدي حليله. بس لو ازبن هذا اللي لا تناظر، زبن هذا اللي وراك. يلا معليه. شوف الصقر، شوف الصقر حليله. الله الله اكبر الله اكبر. بس يا الربع والله مشغول ما يمدينا استعرض. خلنا ننتبه للمملكه قبل لا تطير. الوضع يحتاج قهوه يا شباب، لاني اشوف وضعي بدا يكون في الحضيض. دكلير انا دكلير وور وانت دكلير وور. يا جماعه الخير استهدوا بالله. خلنا نروح نوجه عند خوينا هذاك لعله عسى المعاهده تمشي. اول شيء نستدعي هذه. خلنا نسوي منج قبل كل شيء. اللويالتي يزداد، ولاء هذه المدينه مهم جدا عشان لا ينقلبون علي، انا مش ناقصهم. سيكرتي ينقص بسبب الجاريسون، بس الجاريسون راح يضبط ان شاء الله. السيج والوول كله ليفل 3، فان شاء الله اموره طيبه. نعطيهم بوست، ايش رايكم؟ 10000، لان صراحه هذا المركز اشوفه وهذا بيعطيهم دعم قوي. بالنسبه للجاريسون او الحرس، حرس المدينه حاليا موجود 130، راح يفيدون. انا اقدر اوصل 200 وهذا ل 130، والوول اعلى شيء، فبتكون في دفاعات كويسة إن شاء الله في هذه المدينة، ما راح يأخذونها مني بسهولة. هذا في حال ساءت الأوضاع. يا تالية تعالي يا تالية، يا تالية تعالي يا تالية. أوكي تلتقي معي من هنا إن شاء الله نتسلك الأمور. بس عند صاحبنا هذا أورس إيش يسوي هنا؟ أورس لسه ما جمع رجال، 35 رجال أتوقع لازم يوصل 50 تقريبا، نسبة 40% من البارتي حقها عشان أقدر أجيبه. أوكي وصلنا. أول شيء نجند اللي نقدر عليه، كلهم ليفل 1. انقذنا يا صوفيو. about giving dragon banner to existing. المملكة موجودة. رولر most wanted. I shall be the dragon banner on the 9th of. اوه في مشهد سينمائي بعد. dragon banner on becoming a mission to defeat empire. هزمنا المملكة. اللي هو كان عندي خيارين اساعد او اوقف ضدهم. هلا بي. شوف الدرع. خرافي. يا سلام والله صقر رهيب، والله صقر مضبوط مع شعار التنين. فيري ويل دراجون بانر ان يور هاندز مدري ايش. طيب بس قول لي العرب انحلت مشكلتنا معاهم، تكفى ازعجتنا يا اخوي. ويكن امباير والله ما زالت تسكر حمراء يا شباب. يا صوفيو ما انقذتنا والله، ابشركم يا شباب وربي وقعنا في الكمين. الظاهر ما في صلح مع العرب، لازم ننتظر الانفلونس حقي يزيد 38 حاليا، لان اتوقع ما يمدينا حتى اقدم السلام معاهم. بيس نوت اناف انفلونس يتطلب 40 او هدنه. هدنه ادفع لهم 5460 في كل يوم.
أنا حاليا ينقص مني 1700، ضروري أني أستعجل في المحلات في مدني لأنها تأخذ وقت أصلا على بال ما شو اسمه والحدادة اللي نصحتوني عليها. يا أخي ما أريد هذا، لا شكل أخوينا سايلنت جمعهم كلهم. شوف الحين جمع 62 رجال يمدينا نستدعيه. حلو، هذا البتاني يا سلام، والله أحلى ركروت عند البتانيين. يا مدور الحرب يا مرحبا بك، وصلوا دوكو رجال. أي والله وصلوا دوكو. بياخذونها، والله ما أعرف أدافع عن أكلات ولا دافع عن هذه حاليا. خلنا نوصل بس هناك. الانفلونس عندي ماخذ وقت، هذا اللي خليتهم تاليا وذا سايلنت وروس فكيتهم بحيث يسوون الركروت. جمعوا شوي زيادة، وصلت 99 و75. أحتاج أكثر قوات، أنا باقي لي 15 واحد يمدينا نسوي لها ركروت. هات يا رجل هات، كل شيء راح يفيد. On the 19th أوهو علينا. والله يا شباب يا ريت تكتبوا لي في الكومنت إيش سالفة النن اللي حاربناهم قبل شوي. الحين سمعت بإشاعات أن فيه فصيل هذه قامت الظاهر ضدي أنا لأني حاربت المملكة اللي ما أدري أي مملكة يقصدونها. اوكي فورسز قوات اجينست ذا انمي اوف ذا امباير اللي هم انا. يا مرحبا بكم. قامت المملكه، قامت يا شباب، والكلاب حولها تنابح. العرب ودي في النهائي معاكم، نشوف لنا صرفه معاهم مو مشكله. خلنا نرجع بس ندافع ادوكم. اخ يا ادوكم، ايش الشعار الجديد هذا؟ ما زال تحت القصف. اها اخذوها المتمردين، جزاهم الله خير. اكلات اكلات بتروح علينا. كم الديفندرز؟ 500؟ من هذا بدور بارتي، ما يعتبر دفاع، هو كله 29 جندي معه، لكن في دفاعات كويسة والله يمدينا نروح ندافع عليها. هذا اللوترز الحلو في الموضوع انك يوم تقتلهم يزيد المورال عندك، اللي هو معنويات الجنود، فمهمة جدا قبل لا تدخل معارك. يا اخي ازبن في القلعة هذه واشوفهم ياخذون اكلات، خلنا نروح ندافع يا رجل. لا يا زمن، لا يا زمن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هنا يا شباب نختم، هنا طفح الكيل. نراكم إن شاء الله على خير يا شباب في الحلقة الجاية، في حلقة حامية قادمة إن شاء الله بكرة. لكن إذا قطعت يوم واحد يا ريت تعذروني، اعرفوا في اي يوم قطعت اعرفوا ان الظروف حادتني بسبب العمل. اللي ما يعرف تراني شغال في شركة مقاولات مهندس مدني، فبعض الاحيان صراحة الظروف تحدني والشغل يكون ضغط فيه، وبعض الاحيان يعني كالمعتاد الامور طيبة. فياريت انكم تتفهمون لهذا الشيء، ونراكم ان شاء الله على خير في حلقة اجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.